أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعنا بأن هناك مجموعة من الممثلين قاموا بعمل مسلسل سوف يعرض في التلفاز عن المولد النبوي، فما حكم النظر إليه وما حكم عرضه؟ أولا لا تصدقون بكل ما يقال، هنا كناس يهيجون، ومدام لا تعجلوا الأشياء قبل وقوعها، أحسن الظن ولا يكون إن شاء الله إلا الخير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.